اهلا جميل نشان. يسعد مساكي ست رابعه. مساء النور. مساء الخير لكل ضيوفك، مساء الخير لست الستات. يا نشان فلا فلا، انا رح كون ضيف على حواستك الخمسه. وبدي اسالك، مثل ما عرفنا انه انت منعوك تفوتي على مصر، مظبوط؟ وعرفنا مؤخرا انه انت رح تفوتي على مصر لانه الك مصاري مع حدا ورح تفوتي تجيبيهم. معليش خليهم. خليهم. سمحت. هودي رح تقدميهم للثورة. فلا، يمكن انه كمان ايضا يمنعوكي من الدخول لسوريا. رح يمنعوكي لانه بسبب اغنيتك تشكرك. هيدي اغنية تركية. مضبوط ولا لا؟ وكمان مثل ما بتعرفي عم بتبشري بالتدخل التركي بالمنطقة. هيدا شيء ما بيجوز. نادر، أول شيء أنت فنان كتير عظيم، بس اللي بدي أقول لك إيه، على المسرح لازم تركز على ثلاث أشياء. أول شيء بدك تركز على الجمهور، وبدك تركز على الفرقة الموسيقية بقيادة زياد سحاب، وبدك تركز على الآر بيتي دينتك لتقدر تكون فعلا لامع وناجح على المسرح. بدي انتقل لرحمته تعالى. بليز ما بقى تزعلني، ما بتحمل هيك، بليز بوقف. كارلوس، انت متهم بالوراثي، انه انت مثل بيك وارث الصوت الحلو وحنجرتك الذهبيه اجت بدون تعب، بس رغم هيدا انت بتدافع عن حيلك وبتقول انه كنت تاخذ شيء اعشاب من انت وصغير. أيه. بس مش من عند زين القتات، من عند نادر. نادر القتات اصلا. بدي اقول لك شغله كثير مهمه، عرفنا شو هي هالعشبه. اوف. هي عشبه الزلوع. يلي وقفت له كل اوتاره الصوتيه. اسم الله عليه ملا صوت. خليني انتقل ومسي عن جديد الزميل والام والحبيب والجميل ريتا. الام حس ماما اشتقنا لك نيشان. الله يخليك، وانا اشتقت لك كثير. عرفنا مؤخرا انت قد ايه عم تقبضي بالاوربت. انا من هلا انا ما بعرف. انت ما بتعرفي. انا ما بعرف. الله يكترهم، ما مشان هيك ما بتعرف. لا ما عم بلاقيهم لانه عرفنا قد ايه عم تقبضي، وانا من عند رابعه رح اقول انه انا رح انقل على التلفزيون لعندكم، لانه مع غير تلفزيونات اوربت اخرتنا ومقبضنا. طبعا بالنهايه انا بدي اتشكركم، بدي اتشكر الجميع، وبتمنى اجنحه السليم البيضاء المكلله بالبلونسال يرف على خيمتكم وعلى سهرتكم وقعدتكم مع رابعه، وتصبحوا على خير. نيشان. تحيه لجميل نيشان اكيد.